هو معرض أول من نوعه وأكبر تجمع فريق تراثي حرفي إبداعي متنوع من نوعه في الشرق الأوسط، تقدم فيه مجموعة من المقتنيات الأصلية يمتد تاريخها إلى سنوات طويلة. هو المعرض الرسمي الثاني لفريق إكسبو 965 وملتقى التراث والحرف الخليجي الأول الذي انطلقت فعالياته على أرض دولة الكويت. لمست في هذا المعرض الحقيقة يعني عبق التاريخ بكل مفرداته، هذا التجمع الكبير اللي يضم الحقيقة هؤلاء الهواة ممن أخذوا على عاتقهم جمع تراثنا وتاريخنا وتاريخ أجدادنا. في هذا المعرض وفي المقتنيات الحقيقة وفي الشباب وفي الرجال اللي يعني آمنوا في الحفاظ على التراث الكويتي، تفاجأت الحقيقة فيما وجدت من مقتنيات. أكثر من 100 مبدعا كويتيا من أصحاب المتاحف الخاصة والباحثين في التراث واللهجة وأدوات صيد الطيور والألعاب القديمة شاركوا بمقتنياتهم الثمينة التي تمتد إلى قرون مضت في معرض إكسبو 965. احنا طبعا أقمنا هذا المعرض بمناسبة الكويت عاصمة الشباب العربي 2017، وطبعا مشاركين بهذا المعرض فوق 120 شخص من أعضاء فريق إكسبو 965، وموجود طبعا من أصحاب المتاحف الخاصة والباحثين في التراث، باحثين في اللهجة، باحثين في أدوات صيد الطيور، وأيضا إخواننا النحاتين والرسامين، جميع الفنون والحرف موجودة بهذا المعرض، وهي طبعا الفكرة الأولى بالشرق الأوسط من ناحية الفكرة والتنوع فريق إكسبو 965. المعرض هذا إن شاء الله راح يكون فيه الملتقى الخليجي للتراث والحرف الأول مصاحب لهذا المعرض يوم الخميس القادم، آخر يوم من أيام المعرض. وطبعا كل يوم عندنا افتتاح، كل يوم عندنا فعالية، وكل يوم عندنا مكرمين. هذه المشاركة للسنة الثانية مع فريق إكسبو 965 المهتم بالحرفيين الكويتيين وأصحاب التحف والأنتيك، وإحنا حريصين جدا على تطوير هذا الفريق، لأن هذا أول فريق في تاريخ الخليج العربي والشرق الأوسط يجمع الحرفيين وأصحاب الأنتيك والحرفيين. طبعا هذه ثاني معرض أشتغله مع الفريق، حبيت أخصص معرض هذا بالأنتيك اللي يخص المدارس بالكويت القديمة، التعليم بالكويت. أنا هاوي أنتيك بشكل عام، لكن حبيت أختص بالقرطاسية بهذا هذا المعرض. مستمتع في المشاركة، مثل ما أنتم شايفين وراي النماذج الكويتية القديمة، هي مهن كويتية قديمة. دائما المهن الكويتية القديمة الناس طبعا مع الوقت تنساها، ولكن الحلو فيها أنه وايد ماشي على أسامي العائلات الكويتية القديمة. في وراي مثل ما أنتم شايفين مهنة القلاف، النكاس، الشراح، التناك، الخواص. يحتوي المعرض على العديد من المقتنيات النادرة الأصلية سواء في الفن الإسلامي كالمصاحف القديمة والمذهبة وعملات إسلامية والتحف الأنتيك ومخطوطات ووثائق كويتية خاصة لحكام الكويت والأسرة الحاكمة ومقتنيات البيت الكويتي. معرض إكسبو 965 هو أول معرض حرفي تراثي بأيادي شبابية كويتية بالشرق الأوسط. يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.